الفنان التشكيلي الكبير أستاذ محمد عبلة، سمعنا أن مذكراتك على وشك الانتهاء منها وعلى وشك النشر. أيوه بالظبط. أهم المحطات اللي هتتوقف فيها في هذه المذكرات؟ هو الجزء الأولاني من المذكرات بيتناول 1973 حتى 1978 اللي هي سنوات الدراسة أو سنوات التكوين بالنسبة لي، ودي أنا بعتبرها من أهم سنوات في عمري وعمر مصر. حصل فيهم تغيرات كبيرة جدا أثرت في تاريخنا وموجود لغاية دلوقتي. فأنا حظي وحظ جيلي إن إحنا نشأنا في هذه الفترة 73 يدوب كنا أنا دخلت وكانت الحرب لسه خلصانة حرب أكتوبر. أيوه بقى لها شهر. حصل تغيرات كبيرة جدا جدا سياسية واقتصادية واجتماعية والعلم والفن وكل ده تأثر بالمرحلة دي. فأنا راصد في المذكرات كل هذه التغيرات، يعني بقى توغل بقى الجامعات الإسلامية في الجامعات على في نهاية المدة مقتل السادات، على سياسة الانفتاح الاقتصادي ودخول بقى البضائع المستوردة والماركات الأجنبية والمشاكل. فالدنيا اتغيرت في الخمس سنوات دولة وأنا اتغيرت معاها لأن أنا كنت شبابي. كل المراحل اللي هي الإنسان بيتكون فيها فهي حصلت. فهي المذكرات بتتناول الفترة من 73 ل 78 وأنا سميتها مصري عبلة. هو قول مشهور في فيلم سينمائي وحضرتك اسمك الفنان محمد عبلة بالضبط. فهي كانت مصادفة، لكن هو في الفيلم هو كان بيقول لها لما شافت مصر من الشباك محمود ياسين فبيقول لها هي دي مصر مش اللي انت بتقوليها، مديحة كامل لما هي تورطت في عمليات تجسس. فعاوز اقول لها هي دي مصر مش اللي انت خنتيها. فانا عايز اقول ان دي مصر وانا عشت هذه المرحلة من التغير الشديد وكان لازم أرصدها. وللأسف الشديد ما فيش أعمال أدبية كتيرة بتتناول هذه الفترة والتغيرات اللي حصلت فيها، وخصوصا أنا بقولها من منظور فنان شاب مقبل على الحياة والدنيا قاعدة بتتغير قدامه. يعني كل حاجة كل ما أخش في حاجة بتتغير الدنيا. فهي المذكرات بتتناول جزء مهم من حياته ومن حياة مصر. صحيح. عشان كده أنا سميتها مصري عبلة. شايف أن الأسر المصرية حاليا هل هي حريصة على دخول أبنائها وبناتها في هذا المجال؟ هو عشان ما فيش دعاية كافية للمجال ففي أسر كتيرة بترفض. لكن يعني سبب الرفض إيه؟ إن هو مهنة مش مضمونة، إن مش هتأكل عيش، إن مش مستقبل، كل الحاجات دي. على الجانب الآخر إن مجالات الفنون بقت يبقى لها اتساع أكثر من الأول. إحنا الأول ما كانش عندنا غير ثلاث أقسام في الكلية، الوقت بقى فيه أكثر من قسم وبقى فيه مجالات أخرى. يعني فيه الجرافيك ديزاين، الوقت كل الكتب والمجلات والتلفزيون والكلام ده كله لازم يعملها جرافيك ديزاينر. العمارة والتصميم الموبيليا وتصميم بقى فنانين. فبقى في مجالات أخرى فبقى في إقبال أكتر بس على الأقسام اللي هي بتجيب فلوس. الوقت ممكن تقول أنا مهندس ديكور، أنا مصمم إعلانات كده، لكن الدراسة نفسها بقت فيها جاذبية أكتر وبقى في ناس يعني كل الكليات الجديدة حتى الخاصة بقى فيها قسم الفنون.